أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام سلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام
لا يمسهم فيها نصب وما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إنا نبشر
فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل وإن إن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن رب ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك أجمعين عما كانوا يعملون
النار على المقتسمين. المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله.